لكم التحية واللقاء مع انطلاقة الشوط الرابع عشر الخاصة بفتح الابكار. الحقائق من المسافة الاربعة كيلومترات في هذه الاشواط النقدية في صباح هذا اليوم وفي ثاني ايام هذا المهرجان ختامي الوثبة 2017 المقام هنا على ارضية ميدان الوثبة. نسير مباشرة الى مقدمة هذا الشوط والتحديات الاولى والصدارة مع متحدة السيد خليفة بن محمد بن سالم الدرعي من يقدم لنا متحدة على المركز الاول بينما المركز الثاني. اتابع ثاني التحديات والانطلاقات جبارة سيد علي بن سالم بن علي بن سليم آل كتبي بينما المركز الثالث مهابة مارع بن محمد مارع بن دواس العجمي ابناء دولة الكويت متواجدين في هذه التحديات والانطلاقات المميزة. المركز الرابع الشانية عبيد بن خليفة بن عبيد الخيلي بينما المركز الخامس صعايب حمد بن محمد بن علي الغفيلي من القادمة هنا ند حمد بن راشد بن محمد الزبداني المري وصل على المركز الخامس. ننتقل مباشرة ونتابع المركز السادس الذهيبة القادمة بشعار محمد أبو مبارك بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري وصل على المركز السادس. المركز السابع أتابع هنالك القادمة حلوة لسيد حشام بن علي بن حمد ألف طيحي من يقدم لنا حلوة واسمه مميز وجميل يا مالك حلوة بينما المركز الثامن أتابع ثامن التحديات والأسماء القادمة هنالك بشاير سعد بن محمد بن مناحي الرشيد أبناء المملكة العربية السعودية تقدم هنا شعار بالرشيد بينما المركز التاسع نتابع الواصلة زعفرانة علي بن بطي بن عبيد الغفلي مالك الزعفرانة. المركز العاشر أختم بها النداء الواصلة هنا شواهين علي بن ناصر بن علي الخيلي من يقدم لنا شواهين شعار بن سرود. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى التحديات الأولى والانطلاقات المميزة. يا سلام صدارة هذا الشوط وتابع شعار بن رشيد مغير على المركز الأول وعلى المقدمة بشاير سعد بن محمد بن مناحي الرشيد من يسيطر على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. المركز الثاني وتابع ثاني التحديات الشانية عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي متواجد هنا على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث جبار سيد علي بن سالم بن علي بن سليم الكتبي يتواصل هنا على المركز الثالث بينما المركز الرابع القادم الرموز سالم بن صالح آل نابت المري بدأ يتقدم الآن ويقدم لنا رموز على المركز الرابع. المركز الخامس الواصلة والمنطلقة تهاني فهد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري مرحبا بك يا مالك تهاني من وصل هنا على المركز الخامس. هذه الأسماء وهذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق الأول وهنالك بشاير بشاير التي بدأت تبشر بالخير على المركز الأول يقدم لنا بشاير سعد بن محمد بن مناحي الرشيد على المركز الأول الرشيد على مقدمة الشوط وعلى الصدارة. المركز الثاني ثاني التحديات والانطلاقات رموز سالم بن صالح بن سالم النابت المري متواجد مع انطلاق رموز على المركز الثاني بينما المركز الثالث من الجانب الايمن الشانيه عبيد بن خليفه بن عبيد الخيالي والمركز الرابع تقدمت مراسيل عبيد بن حمد بن بريه العامري ولكن نعود الى مقدمه الشوط نعود الى التغيرات التي طرت وجرت على المقدمة رموز يا رموز رموز وجولة التحديات جولة الأوامر الخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة يا مالك رموز سالم بن صالح بن سالم آل نابت المري المركز الثاني وصلت الشانية عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي الرشيد على المركز الثالث ولكن المقدمة
الصدارة مع رموز والقادم هنالك تهاني فهد بن عبد الله بن طارق بن شريم المري، ولكن رموز الأقرب إلى الناموس، الأقرب إلى الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك رموز. سالم بن صالح بن سالم اللابة المري المركز الثاني، الشانية عبيد الخليفة بن عبيد الأخير المركز الثالث. وصلت تهاني فهد بن عبد الله بن طارق بن شريم المري، والمركز الرابع كان الوصول من قبل محبة سالم بن حمودة بن بارود العامري، والمركز الخامس مشاير سعد بن محمد بن مناحي الرشيد. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مباريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك رموز. سالم بن صالح بن سالم اللعبة المري قطعت مسافة الأربعة كيلومترات كما نتابع هنا على شاشة قناة ياس الرياضية لحظات الإعادة ولحظات مسار هذا الشوط وتحدياته والفوز والانتصار. ذهب مع رموز. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني رموز لست سالم بن صالح بن سالم اللعبة المري 6 دقائق ثانيتين 8 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس بينما المركز الثاني وصلت الشانية عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي. التوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصلت على ثالث التحديات تهاني فهد بن عبد الله بن طارق بن شريم المري 6 دقائق 3 ثواني 9 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء والانطلاقات.